نروح للجنه المسابقات. لجنه مسابقات طبعا اتحاد الكوره برئاسه مازن مرزوق بتنتظر لا احنا يمكن تجاوزنا الجزئيه دي خلاص. خليني اقول لحضراتكم فيما يتعلق انه كان في كلام على ماتش الاهلي وغزل المحله المفترض انه يتلعب يوم الجمعه في تاني جولات مسابقه الدوري العام. خلاص المباراه دي تقرر ليها ان شاء الله انه هيتم اقامتها في ملعب الاهلي والسلام، والراوند الثاني بقى ان شاء الله هيكون في ملعب او في استاد غزل المحله. كان في يعني كنت بقول لحضراتكم كان في نقاشات كده وانتظار للموافقه الامنيه لان كان في اربع ملاعب مقترحه، لكن تم الاستقرار على انه ملعب الاهلي والسلام هو اللي هيتلعب عليه ماتش الاهلي وغزل المحله يوم الجمعه اللي جايه. وحشتنا غزل المحله، نتمنى ان شاء الله نشوف فرقه حلوه. طول عمرها غزل المحله على فكره فرقه ليها شخصيه وليها بصمه وليها جمهور، وكانت دايما ماتشات الاهلي خصوصا اللي بتتلعب هناك في المحله ماتشات جماهير النادي الاهلي بتستناها، ودايما بتبقى ماتشات صعبه بصرف النظر عن الترتيب وعن الفرق في الاسماء والتاريخ، لكن دايما ماتشات الاهلي وغزل المحله كانت من الماتشات الجماهيريه الكبيره ان شاء الله. نشوف ماتش ممتع والاهلي يكسب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله.